هل من الممكن أن يكون القراصنة هم الأهل؟ نعم، في مراحل يكون الأهل هم قراصنة، ممكن يكون الزوج الزوجة، ممكن يكون شخص جوا البيت، ممكن يكون شخص ساكن معاك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون أبوك، ممكن يكون ابنك، نعم ممكن، لكن مش في المرحلة الأولى في الغالب. سوية تقول حينما أتعرض للسرقة أخجل ولا تكون لدي القدرة الكافية على مواجهة الشخص، لماذا أشعر هكذا؟ لأنه أنت لسه برا كارما الثراء. الأشخاص اللي داخل كارما الثراء هم أشخاص لديهم القدرة على حماية المال. حماية المال تتطلب المواجهة، تتطلب ممكن قضايا قانونية، تتطلب شرطة، تتطلب كثير أشياء، تتطلب خطوات، تطلب يعني أنك تأخذين خطوات حقيقية. فكونك ما دخلتي هذه الكارما يخليك أنك أنت تعتبرين أنه هذا عار، هذه فشلة، هذا لا ما أقدر أتكلم، ما أقدر أواجه، ما أقدر أقول، ما أقدر، بينما يعني هذا من أبسط حقوق الشخص الثري أنه هو يحمي أمواله، بل من واجباته أصلا، من واجباته. عبير، هل الحرية المالية هي نفسها الثراء؟ لا لا، الحرية المالية هي أنه أنت يعني يكون عندك مساحة تتحركين فيها في المال، ما يكون عندك ديون، ما يكون عندك التزامات أنت متورطة فيها، بس مو بالضرورة أنك دخلتي كارما الثراء. اعتبرها يعني شيء جزئي. ايش اهم صفة موجودة بقراصنة المال؟ في صفات كثيرة حسب النوع، لانهم هم انواع مو نوع واحد، يعني النوع اللي تكلمنا عنه هذا المغري، حتى المغري عنده صفات، عنده سمات، يعني اقدر اقولك شوفي لابس كذا، شعوره كذا، تراه غريب، تراه مو شخص مشهور في الغالب، تراه صغير، تراه يعني كل قرصان يحمل مجموعة من المواصفات، لذلك ما اقدر اقولك انه إذا لقيت الصفة هذه خلاص هو يعني قرصان، لا ما أقدر. أفنان حبيبتي تقول هل الثراء مرهون بجودة المشاعر؟ هل الطفولة المجروحة عقبة للثراء؟ أبدا، الطفولة المجروحة ليست عقبة أبدا للثراء. راح تجدين أثرياء عندهم مشاكل من الطفولة، عندهم آلام من الطفولة، راح تجدين أثرياء عندهم يعني قصص كثير موجعة من الطفولة، فبالتالي لا يمنع، لا يمنع. هل الثراء مرهون بجودة المشاعر؟ المال مرهون بجودة المشاعر، المال بس، ها هذا المال أبغى يركب في مشاعر جيدة، ما يركب لا في مشاعر احتياج، لا في مشاعر جهد، لا في مشاعر تعب، لا في مشاعر ألم، لا في مشاعر. المال عند كل الموجودين في كارما الثراء، عند كل الأثرياء راكب صح في شعور جيد، المال فقط راكب صح في شعور جيد، وبين كل مرحلة ومرحلة يحتاجون شعور جيد للانتقال، بس هذه هي، بين كل مرحلة ومرحلة نحتاج شعور جيد للانتقال. فإذا أنا بدخل كارما الثراء، نعم أحتاج شعور جيد. المال نفسه، قيمة المال لابد تكون راكبة في الجسد المشاعر في مكان جيد، لابد. شعورك غير جيد عن المال ما يشتغل الموضوع. هل ممكن يكون شخص ينوي الثراء ويعتبر من القراصنة؟ يعني ممكن، خلينا نقول يحط نية الثراء بعدين يكتشف طريق في كذا قرصنة، يعني وفي تلاعب على الناس وفي كذا وفي كذا، ويقرر إنه هو يعني يروح لذاك الطريق، ممكن تصير إنه هو يعني يحرف القصة. السؤال هل هو يستطيع أن يدخل إلى الثراء بهذه الطريقة؟ هذا يعني سؤال فلسفي طويل عريض، لكن بشكل عام إذا استطاع أن ينجو من المشاعر السلبية والقانون، نعم. هيفا تقول لما دخلت الثراء كنت على أي مستوى في سلم هاوكنز؟ أول مرة أفكر في السؤال، بس خليني أحاول أجاوب. لما دخلت الثراء أعتقد أني لا، مش في شجاعة، لا. ممكن في الشجاعة، ماني متأكدة، أحس أني نسيت نفسي. نسيت نسختي، هذا كلام قبل 9 سنوات، 9 أو 10 سنوات، نسيت يعني إيش كانت نسختي. يمكن، مو متأكدة. صديقتي تقول نويت الثراء فعرفت مدربة وطلبت مني أسوق لها، وقدرت أدخل لها 360 ألف في أسبوع،
وبعدها كشفت أو اكتشفت يمكن أنها نصابة للناس أو نصابة على الناس، واتهمتني أني اتهمتني أنا أني أخذ فلوس الأشخاص وأني سيئة ونصابة، رغم أني كنت مسوقة وأسلوبي جدا راقي. كيف ممكن أحذر الناس عنها؟ أنا ما أعرف أنت ليش مشغولة بالناس، أنا ما أعرف أنت ليش مشغولة في الناس. أنا أعتقد المفروض أنك تنشغلين بنفسك، تنشغلين بالدفاع عن نفسك، هذا هو الأهم. تنشغلين أنها هي اتهمتك أنك نصابة، طب أوكي تفضلي أثبتي أني نصابة، أثبتي أني أنا يعني غلطانة أو أني أنا سرقت أو أني كذا. فأعتقد هذا هو المهم، أنه أنت يعني تدافعين عن نفسك، تدافعين عن الشيء اللي لحق فيك. أما من ناحية هي يعني أنت صعب جدا أنك أنت تحكمين 100% أنها نصابة، وإذا حكمتي فأنا أقترح أنك أنت تحتفظين بالحكم لنفسك، لأنه مو شرط القانون يشوفها نصابة، مو شرط الناس تشوفها نصابة. طيب يعني في واحد مثلا يتفل على الناس، يتفل ويأخذ 10,000. أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أشوف الحركة هذه نصب، أشوف الحركة نصب، مو إنه لا تفلة، أنا أتفل على نفسي ماشي، أو أحد يحبني بس أجيب أحد يعني من الشارع يتفل علي وأعطيه 10,000، أنا أشوف العملية نصب. هل في ناس تشوفها صح، تشوفها مناسبة، تتشافى من خلالها؟ نعم، لكن أنا أحكم وأسوي فلتر لنفسي وأمنع أن هذا يصير لي، ولا أقبل أن هذا يصير لي. ولو حولي شخص أحبه وضمن كارمتي أقول له وجهة نظري، ما راح ألزمه بس بقول له وجهة نظري، بس ما راح أمسك ميكروفون وأقول يا جماعة فلان الفلاني، بس بتكلم عن فكرة لأنه أنا مو مؤمنة بالفكرة. فلان الفلاني ترى نصاب، لحد يدفع له ولحد لا. ليش هم لما دفعوا لك كثير مؤمنين مقتنعين، وانا عادي طوال الوقت لما اشوف غلط اقول وجهة نظري، اقول يعني طوال الوقت انا اقول لكم انه الناس اللي يستخدمون الدين في التدريب، الناس اللي عادي، بس لا يمكن يقول فلان، لانه الناس اللي يروحون لها السكة هم مؤمنين، هم مصدقين، فبالتالي نظرتك هي صحيحة لك، نظرتك هي يعني صحيحة ومناسبة لك، وهي فلتر لك. فهذا اللي أنا أشوفه، هذا اللي أنا أشوفه. بس انشغلي بقصتك أنت. أنا لو في أحد صار قرصان في حياتي، طيب لو في أحد صار قرصان في حياتي، سرق مني، اعتدى على شيء يعني من ممتلكاتي، راح أبلغ كل الأشخاص اللي حولي عن القصة، راح أبلغهم عن القصة، بس ما راح أمسك ميكروفون. لكن لو يوم من الأيام جبت الشرطة والشرطة أقرت إنه والله هذه هي سارقة، أو هذا هو فعلا اعتدى على ممتلكاتي، وقدرت أثبت هذا بطريقة قانونية، إيه ذاك الوقت بمسك ميكروفون وأتكلم، ذاك الوقت خلص الموضوع ثبت، ما هي وجهة نظر يعني، أصبحت حقيقة.